نرين، بعرف اني دائما بتمسخر عليك و انت ممكن بتفكر اني ما بحبك، بس بحبك من كل قلبي. كل عام وانت بألف خير وعقبال ما نخطو. بس المهم انك انت فاهمة اني بتمسخر عليك عن حب. Oh wow. اعتبرك زي بنتي. That was so nice. اوكي اللقطة مش عن جد، انا ركبتها بس يعني بتزبط صح، كثير زبطة. ايه جايز كيفكم؟ ما بعرف لو بتعرفوا هاي الشغلة، بس اليوم يوم مهم كثير كثير. يعني اليوم في حدث بيصير بس مرة بالسنة. يس عيد ميلاد نارين بيوتي، ليتس جو. ازيدكم من الشعر بيت، في مفاجأة غير عيد ميلاد نارين. خالها لنارين جاب لها عريس هدية على عيد ميلادها، عشان هيك الاخوال بيعملوا. دائما اخوالي بعيد ميلادي جيبوا لي عرساء. عروسات بنات عرسان. يوم شو؟ يوم يوم مميز. يوم شو انت قلي؟ اليوم جمعة. ما في مزح بالموضوع هذا، اوكي؟ مو اي يوم هذا، اليوم عيد ميلاد نارين مان. بتعرفوا انه انا ونارين داخلين على عمر زواج، الله يحمينا. بتعرفوا انه عيد ميلادي كمان اسبوع صح؟ بصير قد نارين، فبس نارين حاب احكي لك هاي الشغلة، يعني حاب تعرفي هاي الشغلة. انه حيصير عمره 22 كمان. يا. الكبير اول شيء ببلش، نارو انت اختي. شيرو شو رايك، ركز معي كويس، تترك اليوتيوب وتصير ستاند اب كوميديان؟ ستاند اب كوميدي صراحه جد، يعني اول مره بشوف حدا بضحك هالقد بطريقه هالقد عفويه. لاف يو، بدي اقول كل عام وانت بالف خير، كل عام وانت احلى اخت بالعالم. ما بعرف لو انتبهتوا لهي الشغله لسه، بس الفيديو عيد ميلاد نارين نازل على قناه نارين، بس اظن هم حيفاجئوها بعيد ميلادها على قناتها، فانا متحمس صراحه، بدي اعرف كيف فاجئوها على قناتها ونزل الفيديو على قناتها. كل عام وانت احلى اخت بالعالم كله صح. لا على فكره شيرو، اختي احلى من اختك. ماشي، شو اللي عملته هسه؟ لا نارين ابدا ما لها متوقع انها تحتفل عيد ميلادها برمضان 100%. يعني اكيد نارين ما حتتوقع تحتفل بعيد ميلادها برمضان. نارين بتعرف رح نعمل لها عيد ميلاد، بس ما بتعرف كيف رح يكون الوضع، كيف رح يكون. ما انت قبل شوي حكيت انه نارين مش متوقع يكون في عيد ميلاد برمضان. 30 ثانية وناقد حاله، يعني اصبر، اعطيها هيك 5 دقائق بعدين ناقد حالك. والله جد عندي مشكلة مع اليوتيوبرز اللي بيعاملوا متابعينهم كانهم شوال فودز. رح نعمل عيد ميلاد نارين بس على الطريقة الرمضانية، زي ما كانوا الاعرابي يعملوا بالزمانات. هيك الاعراب، ما بعرف لو بتعرفوا هاي الشغله، بس ايام زمان يعني ايام الدوله العثمانيه وهيك، العيد ميلادات الرمضانيه كانت ثقافه موجوده. يعني انت عيد ميلادك بيوم عادي بيعملوا لك حفله عاديه وبيجيبوا لك بلالين وهيك، بتعرف كيف؟ برمضان في طقوس رمضانيه للعيد ميلاد. ماشي، بعد شغله كثير مهمه بدي اقول لكم اياها ضروريه، انه ناريما لم نزل عيد ميلاد على اليوتيوب من 3 سنين. شو من 3 سنين مش منزل عيد ميلاد؟ ليش حاطط صورة لا 1 year ago؟ شو ولات رز اللي بتتابعك؟ يعني شو ولات رز قاعدين كلهم؟ نارين صار لها 3 سنين مش عاملة عيد ميلاد. او ماي جاد، مكتوب سنة. حتى شو ولات الرز، حتى الاطفال اللي عمرهم 2 سنين ما حيصدقوا يا زلمة. اول شيء قبل كل شيء نحن فخورين انه انت اختنا، وكثير مبسوطين انه انت اختنا كمان. في كثير نكت جعبالي اعملها بس ما بقدر اعملها. هي كانت انه اكلها انه كيف انا رح اعمل عيد ميلادي برمضان. يعني انا عيد ميلادي هاي السنه جاي اول يوم العيد، تخيلوا. عشان هيك ما عم بتشوفوني على اليوتيوب كثير، كني ماكل هم. كل يوم بقعد افكر كيف بدي اخلي الناس تحتفل بعيد ميلادي بالعيد. العيد حياخذ الضجه من عيد ميلادي، مع انه عيد ميلادي اهم بصراحه. الله يعينك نارين، يعني كمية الهم اللي حاملته على كتافها. يعني جايز انا كنت في خطر امبارحة بالليل، انا ما كنت بعرف شو حلبس، كان بدي شيك عادي. كمية الخطر اللي كانت فيه شيرين يا اخوة، انتم مستوعبين كمية الخطر اللي كانت فيه؟ كيف بعدك عايشة؟ كيف نزلت هذا الفلوغ؟ كنت بخطر، تهديد، عدم وجود اشي تلبسيه. بصراحة كثير بحترم شيرين انها قادرة تحكي بهالقد رواق. البنت عندها تمالك اعصاب كثير قوي، يعني انه كمية الخطر اللي هي فيها، بس هي عادي رايقة. كلمة خطر بحس قيمتها مع الوقت ضلت تقل. جايز انا كنت في خطر امبارح بالليل، انا ما كنت بعرف شو حلبس، كان بدي شيك عادي. انا فهمت شيرين امبارح لما عملنا سربرايز لنارين، شو كان الارقام 22 صح؟ 22 هلا مش قلنا انه نارين بدهاش تحتفل بعيد ميلادها برمضان؟ كيف بتحكوا انكم امبارح احتفلتوا بعيد ميلادها كمان؟ شايفني هندي؟ سيبكم الحبه صار لها اسبوعين مش راضي تروح، ما بعرف ليش جد طالع هندي. كمل، خلينا نطنش النكت العنصريه اللي حكيتها قبل شوي. مين عم يفكر يصغر اختي؟ بيتر. بيتر، ليش بتضلك تحاول تصغر اختي؟ جد بيتر مشاكس، بيتر بده يحاول يصغر اختهم، كثير غريب الموضوع. جمال اختي طبعا طبيعي 100%. شوفوا بليز احكي لنا كمان عن جمال اختك. هون علاقة صداقة قوية كثير بين لولو وميرا. لولو بتعمل حالها الكبيرة على ميرا وبتدير بال عليها. ياي جولة بأطفال العيلة.
بليز اخبرنا المزيد عن الاطفال اللي عندكم بالعائلة. انا خطر لي اشي، هدول لو صاروا يوتيوبرز اولادي بكونوا اليوتيوبرز اللي بتمسخر عليهم، حيكون في اجيال المسخره بين قال ابو الرب وقال بيوتي. وهل شوف سحبة هون عندنا ناريين عم بغنوا لها هابي بيرثدي، فطبعا مش عارف كيف تتصرف، فلقيت طفلة صغيرة نزلت حكت لها تعالى، طفلة عطت يوتيرن وراحت. ويل هي اجواء العيد ميلاد الرمضاني زي ما كانوا يعملوها بايام زمان، بجيبوا شاب بصير يرقص وبصير يرقص ويغنوا عادي، بس هو ايش اللي بيختلف انه بكون لابس هذا الاشي يعني بس. ليش مركب عليها ضوء ولد طيب؟ تحسوها استوديو يوتيوبر بعمل محتوى انتقاد هيك يا عندي منهم. صح، الاستوديو الجديد لسه ما بلشت فيه، بعدني عم بواجه مشاكل بالبيت الجديد وهيك، فقريبا ان شاء الله بنروح نصور هناك. حاليا يا هيك حنصور. كنت نايم بعدين عرفت انه اليوم عيد ميلاد نارين، فقلت اي شود ويك اب. ايش هذا الاشي؟ ايش كنت نايم بس ادركت انه اليوم عيد ميلاد نارين ولازم اغزو العالم. انه عمل سيناريو كيف بدي اعملها فيديو عن ميلاد. اوكي خلينا نشوف عريس نارين. صراحة انا شفت الثمنيل هاي انه عريس وهيك، جد كتير اتدمرت، شوفوا لقطاته وانا حزين. معك ايام بقيت احلام اللي فات. هيك مالك خلينا نحضر يلا. واو خلاص جولة بالبيت كامل. خلاص بدي اشوف عريس نارين. اوكي ما تعملوا لي جولة بالالعاب بنتكم كمان. دومين نحن رايحين عيد ميلاد نارين، بس وين النهفة؟ النهفة انه نحن مجهزين لمفاجأة. هو الزلمة هذا حس الفكاهة تبعه يعني صراحة. واو واو، اجيب عريس لبنت اختي عيد ميلادها. كثير ضحك الموضوع صراحة، كثير اوكي اليوم مجهزين لها هدية وتضحك كثير. صار 6 دقايق الفيديو فاظن هلا حيفاجئوا نارين. اوكي خلينا نشوف مين العريس لحظة الحقيقة. مستحيل الفيديو يكون كليك بيت يعني، اتوقع يجيبوا لها بس بدل العريس. بدها زفة. خليك من هون. بدي اتأكد اني فهمت صح، عشان عملته فيديو انه فاجئنا نارين بعريس بعيد ميلادها وطلع بالون جبتوا بالون، واسم الفيديو جبنا عريس بالون بالون يعني حتى ما كلفوا حاله مثلا يجيبوا تمثال شاب مثلا او شيء، لا بالون جيب بس 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 شيء عايش على القليله. اوكي انت هلا عملوا لك مفاجاه، انا وشاهد شو عاملين لك كمان مفاجاه حلوه كثير 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 كثير. بحس حيصير كميه تسليك كثير كثير كبيره بهذا الفيديو، بس منطق صراحه منطق يعني، بتحس هم الاخوال بكون عندهم حس فكاهه معين دائما، فمنطقي انه يجيب عريس بالون. كميه التسليك. طب لو جبتوا عريس جد هيك. صراحة توقعت اشي محرز، توقعت اشي محرز يا اخي يا الله. تخيبوا ظني دائما دائما دائما، اليوتيوبرز بخيبوا ظنك فقط. وانا شو قلبي طيب، شو عم بقلل لشهد؟ تعرف شو عم بقلل لشهد؟ وال وال السحبة وال وك مرتك هاي ما بصير هيك تسحب عليها. شو قلبي طيب، شو عم بقلل لشهد؟ تعرف شو عم بقلل لشهد؟ كانت عم تحكي بهيك بشغف، اوكي مبسوطة انها بتحكي، اوكي اعطاها فرصة تحكي. راح على طول شايل الكاميرا عشان يحكي كمان نكتة. بكفي خيبة ظن خلص يعني جد تعبت. اصبروا قبل ما نخلص الفيديو، في لها قناة لحالها. توقع بتحكي بقناتها ولا زوجها بقاطعها كمان. اليوم انا مو بالمطبخ مثل ما عم تشوفوا، انا حاليا بغرفتي. صراحة كل البنات لازم يعملوا انترو زي هيك. انتبهوا انه انا مش بالمطبخ اليوم، مع اني بنت ودائما لازم اكون بالمطبخ، بس اليوم انا بغرفتي. اوكي خلص 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 باي، بكفي خلص باي باي.